لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس متابعا لجلسات الحوار الوطني. كريم، بعد التحية انقل إلينا أبرز ما جاء في فعاليات اليوم من نقاشات. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. منذ صباح اليوم وأول الأسبوع الثاني في الحوار الوطني، المحور السياسي هو الأهم اليوم. المحور السياسي ناقش موضوعين هامين: الأحزاب السياسية والقوانين الخاصة بالأحزاب السياسية والتشريعات التي من المفترض أن يتم العمل عليها فيما يتعلق بنشأة الأحزاب السياسية وإنشاء الأحزاب السياسية المختلفة، وأيضا آليات يعني هذه الأحزاب في تعاملها مع الحكومة وأيضا مع الشارع المصري. كان هناك نقاش فيما يتعلق بالأحزاب السياسية وتشريعاتها عن آلية اختيار الأحزاب وأيضا نشأة الحزب في حد ذاته، آلية تفعيل هذه الأنشطة على أرض الواقع، وأيضا آلية الرقابة على الأحزاب والتأكد من أن هذه الأحزاب يعني تقوم بواجباتها المتعارف عليها أو المتعارف عليها حسب القانون بالطبع. هذه نقطة. نقطة أخرى متعلقة بالأحزاب كانت موقع يعني جدل مثار كبير في هذه الجلسات اليوم، وهي فكرة التمويل الخاص بالأحزاب، وهل من الممكن عودة التمويل مرة أخرى أم لا بعد أن توقف عام 2011؟ توقف هذا التمويل للأحزاب وأصبحت الأحزاب تعتمد على نفسها في كل أنشطتها، ولكن القانون أيضا يمنع الأحزاب من فكرة الاستثمارات المختلفة التي تضر دخل مادي للحزب في حد ذاته. كان هذا أيضا أحد الموضوعات التي تمت مناقشتها بالفعل اليوم. أيضا كان هناك القانون الخاص بالمحليات ومجالس الشعبية للمحليات وآليات تنفيذ هذه المحليات، بما أنها مذكورة بالفعل في الدستور ولكنها لم تطبق بعد، فكان هناك نقاش كبير عن أهمية هذه المجالس وكيف ستكون لها دور كبير في الرقابة على المحليات وأيضا الرقابة على فساد المحليات والتعامل مع الملفات المختلفة ونقل أيضا الصورة من الواقع الخاص بالمحليات لمجلس النواب ليتم التعامل مع القضايا المختلفة. النقاش بالطبع شمل كل الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني وشمل أيضا يعني ممثلين الأحزاب والنواب والقوى المدنية المختلفة والجمعيات المتنوعة، شاركوا في هذا النقاش على مدار جلستين خاصتين بالأحزاب وجلستين خاصتين بالمحليات. من المفترض أن الجلسة الثانية على وشك أن تنتهي بعد قليل. من المفترض أيضا أن حسب حديثنا مع النواب المتواجدين داخل هذا الحوار سيكون هناك نوع من أنواع التوافق المبدئي، خصوصا أنها الجلسة الأولى فقط في هذا الموضوع فيما يتعلق بالحوار الوطني، ولكن هناك توافق مبدئي حول يعني الاتفاق حول أهمية التعديلات الخاصة بالتشريعات وأيضا حول أهمية الإسراع في إصدار القوانين التي ستنفذ المحليات أو المجالس الشعبية المحلية، ولكن بالطبع سننتظر هذه التوصيات ليخرجوا بها ليتم عرضها فيما بعد على الأمانة العامة للحوار الوطني في محاولة لنقلها بعد ذلك لرئيس الجمهورية ليتم تطبيقها بالفعل ويتم تنفيذ على أرض الواقع. أشكرك شكرا جزيلا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس، كنت معنا مباشرة متابعا لجلسات الحوار الوطني، شكرا جزيلا لك.